كيف يمكن تكييف هذا الوضع أستاذ مازن سلام؟ أن يعجز أو تعجز نيابة ومحكمة عن إحضار متهم إلى محكمة فيما يتمنع السجن عن إحضار؟ بداية أخي الكريم، تحية لكم ولقناتكم المتميزة، وتحية لجمهوركم الكريم ولمشاهدي البرنامج. الأمر أخي الكريم يعني ذو شجون. موضوع المختطفين والمخفيين قسرا يرتبط دائما بنشاط وعمل مجلس الرئاسة، المجلس الرئاسي، والذي منذ نشأته، وهذا الأمر يطرح عليه باستمرار من قبل ذوي المختطفين والمخفيين قسرا. دعونا في البداية أن نؤصل لهذا الأمر لكي يفهم المشاهد الكريم لب القضية. يعلم الجميع أن المجلس الرئاسي ليس كتلة واحدة، ولكنه مجلس تتجاذبه أطراف مختلفة تشكلت منه لكل طرف. لكنه يدعي أنه يمثل الجمهور اليمنية وأنه جهة قانونية ويحترم القانون. نعم الدستور. نعم نعم. هل هو خارج الدستور وخارج القانون؟ نعم، لكن الأمر الواقع يقول غير هذا الكلام، ويقول إنه هذه الأطراف لها ارتباطاتها ولها توجهاتها، سواء الداخلية أو مشاريعها الخاصة والسياسية الداخلية أو الخارجية، ولها رؤيتها في إدارة الصراع اليمني. هذا المجلس يعني علينا أن نعي مدى قدرته على اتخاذ القرار ومدى تأثيره على أرض الواقع. لا يخفى كذلك على الجميع بأنه على أرض الواقع هناك تشكيلات عسكرية مختلفة، أكثرها لا تنضوي تحت سلطة وسلطان الدولة ولا تتبع مؤسساته الشرعية كوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، في حين للأسف الشديد أن هذه التشكيلات والعسكرية تمارس أعمالا أمنية ولديها أماكن سجون وأماكن احتجاز و لا تخضع لرقابة الدولة ممثلة بالنيابة العامة أو القضاء الوطني. ماذا يقول عضو النيابة الذي أودع أحمد ماهر بعد استلامه لنقل من السجن مركز الاحتجاز غير الرسمي؟ قضية أنا أريد أن أفهم ما الذي يرد فيه العضو النيابة، ما الذي يقوله؟ إذا كان لا يمتلك سلطة على السجين فكيف يمتلك الحق في محاكمته؟ قضية الأستاذ الصحفي أحمد ماهر هي يعني قضية رأي عام. الرجل اليوم يدفع ثمن مواقفه وثمن كتاباته وثمن آراءه الخاصة ومواقفه الوطنية. الرجل تم اعتقاله في ظروف غير قانونية، تم إخفاؤه قسرا، تم تعذيبه داخل السجن حتى أصبحت يعني حالته الآن يعاني من نزيف من البطن، ويحتاج حتى إلى تدخل جراحي عاجل، والأمر يشكل خطر كبير على حياته نفسها. ترفض إدارة سجن بير أحمد السماح للصحفي أحمد ماهر بحضور جلسات محاكمته، خمس جلسات إلى الآن خلال شهر ونصف تقريبا، والجلسة السادسة قد تم تحديدها للاثنين القادم. وإدارة سجن بير أحمد ترفض إحضار الصحفي أحمد ماهر. لا يتوجد سلطة لا للنيابة العامة ولا للقضاء الوطني على هذه التشكيلات العسكرية. إذن أنا أسألك في وضع قانوني، إذا كانت النيابة العامة والقضاء لا يملك سلطة على السجن، فكيف يملك سلطة على أحمد ماهر يحاكمه؟ بأي ما الذي يخول؟ نعم، ما الذي يخول هذا القضاء وهذه النيابة التي لا تملك الحق في حماية المتهم في الحق في محاكمته إذا كانت لا تستطيع حمايته؟ هي تمتلك الحق في حماية المتهم وفي حقه وكفالة محاكمة عادلة تكفل فيها جميع ضمانات التقاضي، ولكن ليست لها القدرة على أرض الواقع. هذه تشكيلات عسكرية لا تنتمي لأجهزة الدولة، لا تنتمي لسلطان الدولة، لا يستطيع القضاء ولا النيابة العامة لا إلزامها ولا إجبارها على هذا. أنت تصور أنه خمس جلسات تقاضي يتم منع الصحفي أحمد ماهر من حضور الجلسات لسبب
أنه لا يوجد قيمة وقود لسيارة الترحيلات. وآخر وثيقة أنا أطلع عليها تاريخها قبل يومين تقريبا، موجهة من إدارة سجن بير أحمد إلى قائد الأحزمة الأمنية بعدن بأنه لن نحضر المساجين إلى أن يتم ضمان قيمة التغذية الخاصة بالسجن. يعني هل يقول بهذا عقل؟ هل يقول بهذا عقل بأن محتجز من 5 أشهر ونصف تحت ظروف لا إنسانية، أتعرض للتعذيب، حالته الصحية مدهورة للغاية، يعني انتزعت منه حتى الاعترافات تحت الضغط تحت الترهيب، الكل واليمن كلها شاهدت المقطع التسجيلي الفيديو الذي أجبر على الاعترافات فيه زميلكم أحمد ماهر الصحفي بأن يقوم باعترافات بأنه إرهابي وبأنه يعني العالم كله يتفرج علينا ويضحك علينا.